بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس التاسع في مدارسة ومذاكرة كتاب الفتن والحوادث الذي جمعه الشيخ المجدد رحمه الله. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وله عن عائشة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي عندك عائشة ولا عديسة؟ أحسن الله إليكم، عائشة. أي نعم، أحسن الله إليك. وله عن عائشة بنت أهبان قالت: لما جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه هاهنا البصرة، دخل على أبي فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: بلى. قالت: فدعا بجارية له فقال: يا جارية، أخرجي سيفي. قالت: فأخرجته فسل منه قدر شبر، فإذا هو خشب. فقال: إن خليلي فقال إن خليلي وابن عمك صلى الله عليه وسلم عهد إلي إذا كانت فتنة بين المسلمين فأتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ترويه عديسة بنت أهبان لما جاء علي رضي الله عنه من المدينة إلى العراق، دخل على أبيها أهبان فقال: يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم، أي الذين نازعوا عليا الخلافة، يعني بهم أهل الشام. فقال: بلى. ثم قال: يا جارية، يعني لخادمته، أخرجي سيفي، أي ناوليني إياه. قالت: فأخرجته فسل منه قدر شبر، ما سله كاملا، وإنما سل من سيفه قدر شبر، وإذا هو من خشب. فقال: إن خليلي وابن عمك. خليله وابن عمه هو النبي عليه الصلاة والسلام. عهد إلي إذا كانت فتنة بين المسلمين فاتخذ سيفا من خشب. لماذا سيف من خشب؟ هذا مثل حديث لبيد بن زياد قال: فاضرب بسيفك عرض أحد، وحديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه: لئلا يمضي السيف فيريق الدماء. ومعلوم أن السيف من خشب يقتل أو لا يقتل؟ لا يقتل، ففيه مباعدة لصاحبه من الفتنة. ثم قال أهبان أبو مسلم لعلي رضي الله عنه: فإن شئت خرجت معك. فقال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. علم رضي الله عنه أنه لن ينصره ولن يكون معه في مقاتلة مناوئيه، وهذا الفعل منه أخذا بالحديث، وهو الابتعاد عن الفتن، وأن يكون فيها عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. ولهذا الذي جرى بين الصحابة رضي الله عنهم، موقف عامة أهل السنة منه هو الكف عن الخوض فيه، لأنها أمور سلم الله منها سيوفنا، فنسلم منها ألسنتنا وذممنا. دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كلما تحوي صدورهم من الأضغان. ويل للقوم الذين سعوا إلى
عثمان فاجتمعوا على الخذلان، ويل لمن قتل الحسين ورهطه فقد باء من مولاه بالخسران. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة الإزار حصاني. هذا موقفنا مما جرى من هذه الفتنة، والصحابة الذين أعرضوا عنها بالكلية ولم يشاركوا فيها لا بآرائهم ولا بسعيهم ولا بسيوفهم هم أصح وأعدل الناس، وفعلهم هو الفعل الصحيح. وعلى هذا جماهير الصحابة من حيث الكثرة. نعم، أحسن الله عمل. قال: أخرجه ابن ماجة من حديث عديسة بنت أهبان، وليس الحديث من مسند عائشة رضي الله عنها كما ذكر الشيخ رحمه الله وحسن الألباني في صحيح الجامع. لا، الشيخ ما ذكر أنه في مسند حديث عائشة، وإنما قال عن عائشة بنت أهبان، واللي في المحفوظ أنها عديسة بنت أهبان. هذا يقول عندك المحشي؟ إيه نعم. إيه، من هو المحشي؟ غير مذكور اسمه يا شيخ. إيه نعم. نعم. ولأبي داود عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم، وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. وهذا فيه أن الفتن أعظمها فتن القتل وإراقة الدماء، ويدخل فيها كل ما هيج وأثار على هذا القتل وإراقة الدماء من القيل والقال والمعايرة والمباغضة. وقال عليه الصلاة والسلام في حثه على الهروب من الفتن: فكسروا قسيكم، قسي جمع قوس، الذي يجعل فيه النبل فيرمي به، يعني كسروا أسلحتكم التي ترمون بها، وقطعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة لتكون حديدا لا يمضي بحده في القتل. فإن دخل على أحد منكم، دخل عليه بيته وهو منطوٍ مبتعد عن الفتنة وعن الحرب بين المسلمين، فيكن فليكن كخيري ابني آدم. من ابني آدم؟ قابيل. قابيل مع هابيل، من خيرهما؟ المقتول، وشرهما القاتل. وهذا في الفتن في آخر الزمان. قبل ذلك إذا جاءك من يريد مالك لا تعطه، كما قاله عليه الصلاة والسلام، أو يريد عرضك لا ينل منه، أو يريد نفسك فلا تعطيه نفسك. قال: فإن قاتلني، فإن قاتلني يا رسول الله، قال: قاتل. قال: فإن قتلني، قال: أنت في الجنة. قال: فإن قتلته، قال: هو في النار، لأنه العبد الصائل الظالم المتعدي حدود الله. هذا إذا تبين الحق من الباطل. أما عند عدم تبين الحق من الباطل، وإنما الأمور مشتبهة وفيها اشتباه وفتن، فكن كخيري ابني آدم. إن دخل عليك في بيتك ادفع عن نفسك، فإن قتلك باء هو بإثمه وإثمه، بإثمك وإثمه. نعم. وله عن سعد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن كخير ابني آدم، وتلا هذه الآية: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني الآية. نعم، سعد هو سعد بن أبي وقاص، والحديث في أبي داود. وفيه أمر صلى الله عليه وسلم إذا دخل على الإنسان في بيته وقت الفتن المدلهمة في آخر الزمان التي ما تبين فيها الحق من الباطل والصادق من الكاذب والمصيب من المخطئ، كن كخير ابني آدم.
الذي قال لأخيه: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك. ليه؟ لماذا؟ إني أخاف الله رب العالمين. نعم. وله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وبزماني يوشك أن يأتي فيغربل الناس فيه غربلة، تبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وآماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا وهكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك الزمان؟ قال: تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. هذا الحديث أيضا حديث ابن عمر عند أبي داود، فيه تأكيد للمعنى السابق بالنجاء والهروب من الفتن. يقول عليه الصلاة والسلام: يعرض بالزمان في آخره عند عدم التبين والاشتباه الكامل. كيف بكم وبزمان يوشك أن يأتي، يوشك أي ليس بالبعيد، فيغربل فيه الناس غربلة. الغربلة أصلها في العيش والدقيق، يغربل حتى تخرج منه الحشف والأوساخ وما ليس منه، والمغربل هذا هو الصافي، لكن ما بقي في الغربال هو السيء. تبقى حثالة من الناس، أي يذهب خيارهم وفضلاؤهم، ويبقى هؤلاء الأسوأ والأردى قد مرجت عهودهم. مرجت يعني لم يفوا بالعهود، ليس لهم عهد ولا ذمة، وإنما شأنهم النفاق وشأنهم الكذب واللف والدوران. مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا، أي اضطربوا، فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه، دخل بعضهم في بعض في ذممهم وأعراضهم، دخلوا في القيل والقال، لم يراعوا حق الله فيخافوه، ولم يراعوا حقوق عباد الله فيحترموهم. قالوا: كيف بنا يا رسول الله إذا كان ذلك الزمان؟ وفق الله الصحابة فسألوا هذا السؤال لننجو نحن وينجو من يدرك هذا الزمان الذي فيه هذه الفتن العمياء. قال: تأخذون بما تعرفون، يعني اعملوا بالذي عندكم فيه علم، كهذه البيضة. أي علم؟ علم بالوحي، علم بالدليل الصريح الواضح. وتدعون ما تنكرون، أي ما لم تعرفوه وأنكرتوه اتركوه، لا تخوضوا فيه، لا تقول: أنا رأيي واجتهادي. من أنت حتى يكون لك رأي واجتهاد؟ اعرف قدرك، خذ ما تعرف، فإن كنت لا تعرف فسأل أهل العلم الذين يعرفون. وتقبلون على خاصتكم، أي على أنفسكم وعلى عيوبكم، فتكملوها. لا تشتغل بعيوب الناس وتدع عيوب نفسك، لأنك إذا اشتغلت بعيوب الناس زكيت نفسك وأنت لا تشعر، ثم اتهمت الناس في دينهم وعرضهم وأماناتهم. وتقبلون على خاصتكم وتدعون أمر عامتكم، أمر الناس دعه لغيرك لأهل العلم، لا تخذ فيه أنت. اطلب السلامة، اطلب العافية، وإنما يتحمل أمر الناس أولياء أمورهم. وهذا الزمان كل يحلل ويبرر ويستنتج، حتى أصبح دين الله مسهل لكل أحد، بينما في أمور الطب لا يتكلم فيها إلا المختصون، أمور الزراعة والفلاحة والصناعة يتكلم بها المختصون، إلا دين الله تكلم فيه كل من هب ودب. هذا من الفتن يا أخواني، ولهذا ضاع العلماء بين المتعالمين، وضاع أهل العلم والعقل بين المتعجلين المندفعين. نعم. وللنسائي من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما نحوه، وقال: فقلت: كيف أصنع؟ قال: الزم بيتك واملك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة.
وأوله إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وهكذا وشبك بين أصابعه فقمت إليه فقلت إلى آخره. وهذا فيه أيها الإخوة صنيع الشيخ في منهجيته أنه يأتي بالأحاديث التي يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها مغلق بعض، فإنه في حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو بيان وتفسير لهذا الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك، أي اجعل عن لسانك قفلا لأن اللسان مدعاة الفتنة، وخذ ما تعرف اعمل بما تعلم ودع ما تنكر واشتغل بعيوبك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، لا تقول الناس سووا وفعلوا، اهتم بإصلاح نفسك ومن تحت يدك. ما أول هذه الفتنة العمياء الدهماء؟ قال إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، دخلوا بعضهم ببعض بالغيبة بالسب بالتصنيف بغير علم بالاتهام بسفك الدماء، وسفك الدماء يا أخواني لا يأتي فجأة، إنما له مقدمات ومرهصات، ومنها الاتهام في الدين والسب في العرض، ومنها إيقاد النفوس على بعضها بالغوائل والدواغل والحسد والبغضاء والشنآن. نعم. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم في زمان من ترك منكم فيه عشر ما أمر به هلك، ويأتي على الناس زمان من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا. وقال حسن غريب. هذا الحديث عند الترمذي في جامعه الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا أصحابه ومعرضا بإخوانه في آخر الزمان، قال إنكم في زمان، أي زمان النبوة وتنزل الوحي، من ترك منكم فيه عشر ما أمر به هلك، لأنه غير معذور، الوحي ينزل والأمر طري والشرع واضح، لا اشتباه ولا التباس ولا افتتان فيه. ويأتي على الناس زمان، يعني في آخره، من عمل منهم بعشر ما أمر به نجا، للاضطراب والاشتباه وعموم البلوى وعدم التميز في زمن النبي فيه علماء أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابته الكبار، لكن في هذا الزمان في آخر الزمان ما فيه علماء إلا القليل، فيختلط الحق بالباطل ويمرج أمر الناس ويصبح ما يريدونه تبريرا لأنفسهم، يكذب ويبرر لكذبه، يسرق ويبرر لسرقته، يقتل ويبرر لقتله، لماذا قتلته؟ قال هذا كافر، لماذا فجرت فيها؟ قال هؤلاء مرتدين، على كيفه. هذا المروج الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر سيزداد، والحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه معنى صحيح دلت عليه الأحاديث الأخرى. نعم. أحسن الله إليك. ولابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتقون كما ينتقى التمر من أغفاله، وليذهبن خياركم وليبقين شراركم، فموتوا إن استطعتم. نعم، هذا في آخر الزمان تنتقون، أي يذهب خياركم. من خيار الناس؟ المسلمون. من خيار المسلمين؟ علماؤهم. في آخر الزمان العلماء كثير ولا قليل؟ ها؟ قليل. كثير قليل، دكاترة وأساتذة وشهادات، ليس هذا معيار العلم. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أين؟ من أطرافها. نقصان الأرض من أطرافها ذهاب خيارها، وهم العلماء العاملون، ويبقى علماء غير عاملين وهم علماء السوء. لتنتقون، من ينتقيهم؟ ربي جل وعلا، كما ينتقى التمر من أغفاله،
الآن التمر إذا جد وصرم بسطوه في البيدر ثم انتقوا منه الطيب وتركوا الردي. وليذهبن خياركم أي بالموت وليبقين شراركم فموتوا إن استطعتم. الموت ليس باستطاعة الإنسان، لكن هذا على وجه التحذير من هذا الزمان في آخره. ومعنى موتوا يعني لا تخوضوا فيما فيه سبب موتكم وهلكتكم، وإنما اسعوا إلى ما فيه سبب نجائكم. نعم. وللبخاري عن مرداس الأسلمي رضي الله عن مرداس الأسلمي أحسن الله إليكم. أي نعم. وللبخاري عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة الشعير. عندك حفالة ولا حثالة؟ بالفاء أحسن الله إليكم. بالفاء؟ نعم. أي نعم أحسن الله إليكم. يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر لا يباليهم الله باله، وفي رواية: لا يعبأ الله بهم. هذا أيضا فيه ما ترجم عليه في أول الباب بالسعي للهروب من الفتن. هذا الحديث رواه البخاري عن مرداس الأسلمي، وهو شيخ أسلم ممن أعطاه النبي عام حنين 100 من الإبل تأليفا له. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون. كيف يذهبون؟ بالموت. ومنهم من لا يذهب بالموت، وإنما يحيزه الناس لا يأخذون عنه العلم، إنما يأخذونه عن الأصاغر. ليش؟ لأن هذا كبير ما يعرف السياسة، لا يفقه الواقع كما هي الشنشنة التي يحاول أن يعاب بها أهل العلم. لا يهمكم ابن باز وابن عثيمين، هذا لعلماء حيض ونفاس، يريد أن يزهدون في علمائنا. ليه؟ لتبقى الإمرة والفتوى والصدور والورود عندهم وعند أمثالهم. فإما يذهب الصالحون بالموت أو يحيدون عن محل التأثير. الأول فالأول، كلما كان أصلح ذهب، ويبقى حفالة وفي رواية حثالة، وكلاهما لفظتان وردتان في البخاري، كحثالة الشعير أي بواقيه من سيئه. لا يبالي الله بهم ولا يعبأ الله بهم. لماذا؟ لأن الشر فيهم قد استحكم، والفتنة فيهم قد عمت، والبلاء فيهم قد طم، والإيمان فيهم قد قل وندر، إلى أن ينتهي الأمر بأن تقوم الساعة على شرار الخلق، وليس في الأرض من يقول الله الله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب التهرب في الفتنة. باب التعرب. ما معنى التعرب؟ الخروج إلى البادية، وهي منازل العرب. الباب السابق ما هو؟ باب الهروب من الفتن وعدم السعي إليها. هنا باب التعرب أي الخروج إلى البوادي والبعد عن الفتنة. وهذا مدعاة العزلة، متى؟ إذا خشي الإنسان على دينه بأن استحكم الجهل واتباع الهوى ورأى الشح المطاع والهوى المتبع وإعجاب كل ذي رأي برأيه. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ثعلبة الخشني: إذا رأيت هوى مطاعا وشحا متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر الناس.